أعربت عائلة القطان عن إدانتها الشديدة ورفضها التام لما بثته قناة الجزيرة القطرية من أكاذيب ومحاولات تشويه للحقائق على لسان بعض ممن باعوا وطنهم وتنكروا لجميلة. وقد أكدت العائلة وقوفها خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ضد كل محاولات المساس بأمن واستقرار المملكة الغالية والضرب في السلم الأهلي والتعايش المجتمعي الذي تتميز به المملكة، مشددين على أن مملكة البحرين بقيادة العاهل المفدى أصبحت مثالا يحتذى به في العديد من دول العالم، وأن الأمن والاستقرار الذي تنعم به يؤكد للعالم أجمع أن قيادة البحرين الحكيمة وبتلاحم شعبها المعهود هو ما جعل المملكة محط أنظار العالم.